الخطاب ديال صاحب الجلاله يعني ما نسى حتى شي جهه. تكلم على الهشاشه، تكلم على الهدر المدرسي، تكلم على الصناعه الثقيله، تكلم على الصناعه الخفيه، يعني ما نسى حتى شي طرف. ولكن تيخص الناس يكونوا متجندين وراي صاحب الجلاله، يجيبوا على المسؤولين باش يشعروا بالمضمون ديال هذا الخطاب هذا. اولا الخطاب يعني مهم، ويعني عطى ثاني مره اخرى واحد خريطه الطريق، وعطى واحد يعني ما يعني ما يلزم القيام به لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا. وهذه المناسبه كنعتز بها يا مع اعتزاز. وفي الحقيقه يعني المقاومين صراحه، وانا من العائله ديال المقاومه، وهذا بين قوسين، لان عمي كان اول قائد ديال جيش التحرير في بجاد اسمه القائد سعيد، كتعرف الناس ديال سوسته هما راه مقاومين. المهم باختصار الخطاب مهم، كيعطي واحد الامل للمغاربه بهذه المناسبه ديال هذه الذكرى مزيانه وقديمه ومعروفه بزاف. حنا ما كتبت شيء، ولكن تنرجعو نكتب فهمتي، لانه من الاول ديالها ديك الساعه في 54 ملك، ديك الساعه مشى في 53، وحنا ديك الساعه تنوجدو المقاومه. جاني زرقتوني الله يرحمه شاب، انا كان ديك الساعه تنمشي ولا عند الحاج علي المانوزي، ديك الساعه تيخري علينا النشره ديال الحزب. جاني المحلات ديالي، حنا كنخدموا مع العسكر ديك الساعه، قال لي سي الهاجم الله يخليك خصنا جوج حاجات غادي نبداو المقاومه. قلت له شنو هما؟ قال لي الفلوس والسلاح. قلت له الفلوس ندبر بيهم، لانه ولاد عمي كلهم ضرب عمر الناس ديالنا. السلاح ما نقول لك ساعه دوك الضباط الكحلين ديال غينيا وديال مالي وديال الاخرين صحابي، ديك الساعه كيجيبوا واحد الخنشه، كان ديك الساعه البون تيلوحوا في لاكور، ملي يلوحوا في لاكور ديالنا ما تنعرف واش فيه، كفي الروز والقهوه. كيجي هذا ابراهيم، هذا كان ديك الساعه طالب، تيديها لزميتو، ملي كيحلوها يلقاو فيه الفراده ولقي فيها القنابل، هي اللي بدات بها المقاومه في الدار البيضاء. ضروري هذاك معروف، لانه انا كنت في هذيك الساعه في 53 ملي داوه، كنا في الرباط احنا. ومن بعد جاء هذاك واحد السيد من صحابنا في المارشي، حيينو بن عربه، مشى هو ضربو بالطوموبيل ديالو ديك الساعه بالمسجد، وجرحوا ساعة قتلوا البرازيليين.